وياكم الشوط الرئيسي والأول للبكار. انتزعت إنجاز المملوكة لمفلح بن حمود البلوي، تهانينا له والناموس على هذا الفوز المستحق من صالح هذا الشعار. ما هي إلا لحظات متابعينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وستعلن انطلاقة هذا الشوط. هكذا بالفعل بدأت الانطلاقة وانطلقت هذه الدلل نحو الفوز ونحو الناموس. الجميع يبحث عن الفوز ويبحث عن الناموس. نتقدم مع أول المراكز مع الشوط الرئيسي، هكذا هو شوط القعدان الأول. نتقدم مع المركز الأول، هنا من يتقدم نواف وعودة بن سلام الأحويطي، من يقدم لنا نواف على مقدمة الشوط. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات يتقدم شاهين مع أحمد بن نصار العمراني، من يقدم شاهين مع المركز الثالث. المركز الثالث من يتسلل من الجانب الأيمن، هنالك متابعينا الكرام عزام وعبد العزيز بن فرج الجهني، من يتقدم مع عزام. والقادم أيضا هنا المتقدم غزيلان بدر بن أحمد العرادي، من يقدم غسلان مع المركز الرابع يتسلل إلى ثاني المراكز. المركز الخامس في هذه اللحظات بدران، يا بدران عيد بن نجم العطوي، من يقدم لنا بدران مع المركز الخامس. هكذا النداء الأول للخمس المراكز الأولى، والمتقدمون والباحثون دوما وابدا عن الناموس. أعود مع نواف، نواف 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 ينطلق على مقدمة الشوط مع عودة بن سلامة الأحويطي، ينطلق في هذه اللحظات صاحب أشواط رئيسية هذا القعود. متابعين الكرام ينطلق على مقدمة الشوط وهو في المكان الصحيح حتى هذه اللحظات. القادم غسيلان يتقدم مع بدر بن أحمد العرادي، وأيضا شاهين قادم مع أحمد بن نصار العمراني، ولكن هنا أسماء قادمة، أسماء عملاقة من تقدم في هذه اللحظات. شعارات قادمة متابعين الكرام، ينضم سياف في هذه اللحظات، انطلق مع المركز الرابع وتسلل إلى ثالث المراكز. لا عبد الله بن حمود العميري مع سياف، سياف سياف، ولكن نواف، نواف على مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات مع المركز الأول مع الصدارة والناموس. ينطلق نواف، يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الثاني سياف، سياف يتقدم في هذه اللحظات مع عبد الله بن حمود العميري، يا سلام. المركز الثالث قادم في هذه اللحظات جود وفيصل بن ابراهيم الاحويطي، وايضا شاهين احمد بن نصار العمراني قادم، والقادم هنا غزيلان بدر بن احمد العرادي. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، إلى نواف، إلى نواف معودة بن سلامة الأحويطي. متابعينا الكرام نواف يتحرك، وعسى تبطان، عسى تبطان حتى هذه اللحظات مع مقدمة الشوط. يقدم لنا نواف، عودة بن سلام الأحويطي يقدم نواف مع الشوط الرئيسي، مع الشوط الأول، مع شوطنا الحساس. انطلق نواف، نواف يا نواف إلى الفوز، يا نواف إلى الناموس، يا نواف. لكن القادم في هذه اللحظات يتقدم هنا فيصل بن إبراهيم الأحويطي مع جود، جود جود جود، ولكن نواف بانطلاق سليم، بانطلاق مميز، وعصاته مدفونة هناك ببطانة، ببطانة روح. والشوط قفل عليه نواف، قفل عليه نواف مع عودة بن سلامة الأحويطي، عصاه بطان. يا سلام يا سلام يا سلام، مع الشوط الرئيسي، مع الشوط الأول، مع الانطلاق السليم والرايح حتى هذه اللحظات. انطلق نواف وباعد المسافة عن بقية المشاركين بدون أي
أوامر. تهانينا تهانينا والناموس لعودة بن سلام الحويطي على هذا الفوز المستحق من صالح نواف. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني جود فيصل بن إبراهيم الحويطي. المركز الثالث وصل معنا شاهين أحمد بن نصار العمراني. المركز الرابع وصل عزام عبد العزيز بن فرج الجهني. وخامسا إلى خط اللجنة والتحكيم، إذا تهانينا وألف مبروك لعودة بن سلام الحويطي على فوز نواف وانتزاعه الشوط الرئيسي والأول بدون أي أوامر تذكر. وصل إلى خط النهاية قاطعا مسافة 3 كيلومترات بزمن وقدره 4:49 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا له وتهانينا لجميع الفائزين.